حدث في أسبوع الثورة، الاثنين الأول من يوليو 2013. في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً أمهلت فيه جميع الأطراف السياسية 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب، وإلا سيكون لزاماً على الجيش إعلان خارطة للمستقبل احتراماً لإرادة المصريين. واعتبر المتظاهرون البيان تأكيداً على عقيدة الجيش المنحاز دائماً للشعب، فتضاعفت أعداد المعتصمين في جميع الميادين إصراراً على خلع الجماعة الإرهابية من الحكم. وعلى منصة تمرد بمحيط قصر الاتحادية دعت الحركة لمواصلة الاعتصامات، معتبرة مرسي رئيساً فقد شرعيته. ورغم التزام الجماعة الإرهابية الصمت المخادع فور صدور بيان القوات المسلحة، دعا الإخوان أنصارهم لمزيد من الاحتشاد، وارتدى مؤيدو مرسي أكفاناً رمزية للتهديد باستعدادهم للموت دفاعاً عن جماعة السمع والطاعة، ودفع 8 أشخاص حياتهم ثمناً للمواجهات بين المؤيدين والمعارضين. وتواصل قفز المسؤولين من مركب الإخوان بتقديم 5 وزراء استقالاتهم وإبداء 5 آخرين رغبتهم في عدم التعاون مع الجماعة الإرهابية.